بسم الله الرحمن الرحيم. شباب اليوم استعرض لكم بعض القنوات المجانية على الأقمار. عندك اليوم هاي القناة اللي هو القمر الأذري. شباب هاي قناة معروفة آدمين أذربيجان. هاي القناة تنقل معروفة جميع الدوريات العالمية والبطولات العالمية. حقوق حصرية لهاي القناة. يعني هاي تردت أمامكم هاي القناة وإشارتها كلش قوية. والقناة الأخرى اللي هي قناة سي بي سي أيضا هاي تنقل الدوري الإيطالي البرتغالي الهولندي ودوري أبطال أوروبا كل الدوريات حصرية دوري إسباني أيضا والبطولات. وأيضا راح تنقل حصريا بطولة أمم أوروبا اليورو 2020 هذا اليورو أيضا حصريا على هاي القناة والأمم الأوروبية القادمة أيضا على هاي القناة. نروح للقمر هاي قناة كاتريك سبورت. شباب هاي القناة كاتريك سبورت أيضا تنقل مباريات دوري الإنجليزي والإسباني وهذا ترددها أمامكم هاي القناة وهذا التردد مالها كاتريك سبورت. وروح القمر الإيراني هاي قناة إيراب تي في 3 اتش دي قمر الإيراني 62 شرقا هاي القناة معروفة صحوا لها زندة هي زندة معناتها مباشر لكن هي قناة معروفة السي الإيرانية اللي هي قناة ثالثة تنقل جميع الدوريات. وقناة التاسعة اللي هي فازيش الإيرانية أيضا هاي قناة تنقل جميع الدوريات العالمية والمباريات. طبعا قنوات مجانية لكن تشتغل بشفرة البيس للأجهزة الحديثة. ونروح القمر الطاجكستان اللي هي قناة تي في فارزيش. طبعا هاي القناة انا جميعها ملتقطها في محافظة ميسان بطبق متر واحد طبق متر واحد. وهاي القناة امامكم واشارتها قوية جدا. نروح الى قناة ثانية اللي هي قناة فوتبول اجي طاجكستان اللي هي قناة مرادفة لفارزيش. وهاي القناة الان ناقلة المباراة امامكم وترددها هذا التردد مالتها وإشارة جدا قوية يعني تغطية القمر في محافظة العراق شرق يعني جميعا إشارة قوية. والآن نروح إلى تي في فارزيش الإيرانية هاي القناة فارزيش معروفة تنقل مباريات تعليق عربي. كل هاي الأخبار أنا ملتقطة شباب. هاي قناة عصر أيضا تنقل مباريات وإشارتها جدا قوية كما تشاهدون. وقناة أخرى أزرو أو ألينو يعني اسم لها. هاي القنوات أيضا تنقل جميع الدوريات شباب. هاي قناة أكسو أيضا طلوع الأمور كل هاي الشباب. الأقمار ملتقطة في محافظة ميسان بطبق واحد فقط اللي هو متر. ايضا اقدر التقط قمر التركي ايضا القدر الانجليزي لكن ما احتاجه. هذا القنوات يعني كافيات انا مصطلع عند التركي موجود بس ما منصبه يعني بس مجرد اخلي اللاقط الاولمبي بالمسطره اطلع. هاي شباب القنوات تحياتي لكم. اشتركوا في قناتي على الريماس وشكرا.